لقد برهنت إسرائيل بهذا العدوان عن ارتباطها بالجماعات الإرهابية التكفيرية، وعلى المجتمع الدولي أن يدرك أن تعقيدات ما يجري في المنطقة بعد هذا العدوان باتت أكثر خطورة. سوريا تؤكد أن العدوان الإسرائيلي على بعض مواقعها يفتح الباب واسعا أمام جميع الاحتمالات، ويكشف ارتباط المجموعات الإرهابية التكفيرية وجبهة النصرة بإسرائيل. سوريا، واشنطن شجعت إسرائيل على عدوانها واستمراره يجر إلى حرب إقليمية واسعة تهدد السلم والأمن الدوليين. هذه البلدة تعتبر تنظيفة ضربة قاسمة للإرهابيين التكفيريين. ميامين قواتنا يواصلون قهرهم للإرهاب الإقليمي والغربي من جبهة النصرة، ويسحقون أعدادا منهم ويبسطون الأمن والأمان. الطوائف المسيحية المشرقية في سوريا تحيي عيد الفصح المجيد بالصلوات والقداديس للسلام والأمان في سوريا.